الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني منذ أن تولى السلطة وهو يدعو إلى التقارب مع الدول الأفريقية، مع الشقيقات الأفريقيات. هل أنتم كشباب، أنت كشاب مصري وكشباب أفريقي، تجد ثمرة لهذه الدعوات، ثمرة لهذه السياسة، سياسة التقريب بين الشباب المصري والشباب الأفريقي؟ واحنا طبعا احنا بنقول يعني الشباب المصري والشباب الأفريقي ده مجازا، لأن احنا أفارقة. بالظبط بالظبط، لا يوجد أدنى شك ما تشهده مصر تجاه إفريقيا الآن لم تشهده منذ 1970 بموجب جمال عبد الناصر. بس end of the text، يعني جميل جدا، بكل وضوح عبد الفتاح السيسي مع حفظ الألقاب هو بالنسبة للشباب الإفريقي، يعني مثلا برنامج الرئاسي بتاع القيادات الإفريقية هو طموح وحلم كل شاب إفريقي. يعني أنا عندي العديد من القيادات الشبابية الإفريقية بيكونوا في أشد الاحتياج اللي هم يحضروا التدريبات ديت. حاجة تانية كمان، فكرة اللي الدولة، يعني مفهوم الدولة بتقدم، مش مجتمع مدني مثلا هو اللي بيقدم، لا الدولة، رئيس الدولة. ويعني مسألة مش شعارات، يعني في سياسة يعني بتلمس طبعا نتائجها على أرض الواقع. طبعا، وخلينا نتكلم بصراحة، عندما يريد رأس الدولة شيء بنلاقي كل الدولة بتتوجه ناحية هذا الشيء بشكل واضح وشكل رئيسي. ما يفعله عبد الفتاح السيسي تجاه إفريقيا الآن، تاني، لم يحدث منذ 1970 بشكل واضح.